قصتنا التالية من مصر وبالتحديد من مدينة المنوفية التي يعيش فيها بطل قصتنا وهو الشاب محمود جمال الذي أبهر رواد مواقع التواصل الاجتماعي بموهبة قل نظيرها وتسببت أيضا في صدمة لدى الكثير من المتابعين. محمود يحب الملاكمة وكأي ملاكم طبيعي قد يقوم بالتدرب على أكياس الرمل بأحجامها المختلفة صغيرة كبيرة، لكن هذا ليس في حالة بطل قصتنا لهذا اليوم الذي اكتشف قدرة غير اعتيادية في يديه جعلته يبدأ التدريب في الملاكمة على أسطوانة غاز أو أنبوبة كما تسمى في مصر كما نشاهدنا في هذه الصورة. وفي أحد الأيام التي كان يتدرب فيها على أنبوبة الغاز هذه قام أحد معارفه بتصوير فيديو له وهو يلكم هذه الأنبوبة وقام بنشره على حسابه على فيسبوك لينتشر لاحقا بشكل كبير وينال ثناء واستعجاب المتابعين. ففي الفيديو يقوم محمود بتسديد لكمات قوية على أنبوبة الغاز كما نشاهد ذات الغلاف الحديدي، بينما يقوم محمود بضربها بأقصى قوته. طبعا يعني ما حدث يعني وهو ما يحدث صوتا في الفيديو أشبه بصوت طرق الحديد، من هنا جاء لقب محمود الحديد ذو القبضة الحديدية. نتابع. خش يا حاج اشوف العود. ايوه عشا فرعون. بسم الله ما شاء الله. يلا هلا خش عاد. هذا الفيديو حصد آلاف التعليقات منذ نشره قبل نحو 10 أيام. دعونا نستعرض أبرز هذه التعليقات. البداية من تعليق لمحمود إسماعيل قال: يا ابني حرام عليك، دانا إيدي وقعتني عنك. أما محمد فغرد وقال عن هذا الموضوع: هو إزاي الوحش بيضرب الأنبوبة بالبوكس ولافف على إيده وماشى وبرضه الأنبوبة بترن. أما السفير علق وقال عن هذا الموضوع: هو ده لو ضرب واحد بوكس حيعمل في إيه. طبعا راح يكون معنا هلأ نفسه من محافظة المنوفية الملاكم المصري محمود جمال. محمود مرحب فيك معنا في برنامج منصات. بداية يعني ما لقيت شيء أخف محمود طراوة على إيدك من أنبوبة الغاز، أو ما خفت من هاي الأنبوبة تنفجر بوشك لا سمح الله؟ محمود سامعني؟ محمود سمعك. طيب محمود كنت عم بسألك، أنت ما لقيت شيء أخف على إيدك من أنبوبة الغاز؟ ما خفت على إيديك تتكسر أو لا سمح الله تنفجر هذه الأنبوبة بوجهك محمود؟ لا فندم، ديت أنا ما مارسها، أنا وصلت للكلام ديت. أنا ما كنتش الأول بضرب في الكلام ده. أها طيب محمود، انت عادة بتتمرن كم ساعة في اليوم؟ يجي ساعة ساعة في اليوم. تقعد ساعة بتضرب في الأنبوبة يا محمود؟ ايوه بقعد ساعة في اليوم. وما تعرضت لحوادث مثلا لا سمح الله، انكسرت ايدك او بتتألم من ضرب هذه الأنبوبة؟ كنت أتألم، بس كانت العزيمة عندي، كنت اللي أنا بحاول أستمر طوال. طب شو الفرق بين أنك تضرب أنبوبة يا محمود وبين أنك تضرب كيس ملاكمة عادي؟ الفرق اللي بتضرب في الكيس أكنك ما بتضربش في حاجة، أما بتضرب في الأنبوبة بحس اللي بتعطيني القوة. محمود أنت ناوي تدخل بطولات؟ ان شاء الله انا وادخل بطولات، بس محتاج الكابتن يتبناني ويوصلني. طب انت هلا مين بيدربك محمود؟ ما حد، انا مع نفسي، ما حدش بيدرب. طيب برايك لعبة الملاكمة بمصر محمود في عليها اقبال؟ الناس ترغب تحب هذه اللعبة؟ لا مش كتير. طب شو هو هدفك محمود؟ انت لوين ناوي توصل بهذه اللعبة؟
نوصل ابقى بطل العالم ان شاء الله. طيب نتمنى لك التوفيق محمود ان شاء الله من محافظة المنوفية، الملاكم المصري محمود جمال، شكرا كثير لوجودك معنا.